وسهلا بكم في حلقة جديدة من مدرسة الموصلية بالتعاون مع نقابة المعلمين فرع نينوى أنا سيد عماد العارف اليوم راح نشرح الفصل الثالث الموضوع مالتنا هو اسمه المحاليل المنظمة المحاليل المنظمة أشنو هي؟ هي عبارة عن حامض ضعيف وملحه أو قاعدة ضعيفة وملحها تقاوم التغيير في الإس الهيدروجيني المحاليل المنظمة موجودة في دم الإنسان وموجودة في ماء البحر وموجودة في حليب الأم نجي نأخذ ما هي أنواع المحاليل المنظمة أنواع المحاليل المنظمة أنواع عيني طلابي اثنين أولا حامض ضعيف وملحه حامض ضعيف وملحه النوع الثاني هي قاعده ضعيفه وملحها نجي نعيد مره ثانيه اش اعرف المحاليل المنظمه بفر هي عباره عن حامض ضعيف وملحه او قاعده ضعيفه وملحها تقاوم التغيير في الاس الهيدروجيني موجوده في دم الانسان موجوده بماء البحر موجودة في حليب الأم أنواع المحاليل المنظمة مالتنا نوعين أولاً محاليل حامض ضعيف ومنحو النوع الثاني قاعدة ضعيفة ومنحها خلينا نأخذ مثال على كل نوع أولاً الحامض الضعيف وملحه منو عندي حامض ضعيف أبسط مثال أنا أخذه CH3. C جي 3 C دبل O H هذا الحامض الضعيف يتفكك ايش يعطيني؟ يعطينا خلات CH3 سي دبل او سالب زائد اج الموجب حامض الخلية يتفكك يعطيني خلات جذر الخلات سي 3 سي دبل او سالب زائد اج الموجب الملح للحامض الضعيف مالتنا هو c 3 سي دبل او ان اي ان اي يتفكك ايش راح يعطيني راح يعطيني ايضا جذر الخلات زائد ان اي زائد ان اي عيني طلابي الملح مالتنا هذا الملح نسمينه ملح الحامض الملح هو اسمه خلات الصوديوم خلات الصوديوم دائما الملح هو يكون سهم واحد دائما يكون سهم واحد اما الحامض الضعيف لا يكون عباره عن سهمين متعاكسين <applause> النوع الثاني النوع الثاني قاعدة ضعيفة وملحها منو هي القاعدة الضعيفة؟ القاعدة الضعيفة اللي احنا ناخذها هي أمونيا هي الأمونيا طبعا الماء الأمونيا ما تفكك إلا بوجود الماء ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني أمونيو موجب زائد أو السالب هاي هي القاعدة الضعيفة مالتنا قاعدة ضعيفة نيجي 3 بوجود الماء تتفكك تعطيني امونيو زائد او اتش السالب الملح مع القاعدة الضعيفة هي ان اتش فور سي ال ملح سهم واحد يتفكك يعطيني ان اتش فور موجب زائد سي ال سالب زائد سي سالب هون القاعدة مالتنا طبعا هي تكون عبارة عن ايون مشترك كذلك هون الحامض عندنا صار عندي عبارة عن ايون مشترك اذا هاي هو محاليل المنظمة بفر، هي عبارة عن حامض ضعيف وملحه التفكك مالته أو قاعدة ضعيفة وملحها. طبعاً الحامض الضعيف والقاعدة الضعيفة عندنا قوانين راح نستند عليها ونمشي عندنا مسائل وتمارين. خلينا نجي ناخذ أول الخطوات للحل وأقسام. ناخذ الحالة الأولى عندنا الحامض الضعيف وملحه أولاً. الحامض الضعيف قلنا هي CH3. سي دبل او اتش يتفكك يعطيني سي جي 3 سي دبل او سالب زائد اتش الموجب الملح مالتنا هي خلات الصوديوم ان اي يتفكك يعطيني سي اتش جي 3 سي دبل او سالب زائد ان اي الموجب هون الخلات هي عباره عن ايون مشتركه حصير. القانون اللي راح ناخذه هو بي اتش يساوينا بي كي اي زائد لوج الملح الحامض الملح الحامض طلابي هوني اول شيء النقطة الاولى هي مالتنا البفر بدون اضافة النقطة الاولى مالتنا بفر بدون اضافة فقط حامض وملحه فقانون يكون بي بي كي اي زائد لوج الملح الحامض اما القاعدة الضعيفة وملحة ان 3 بوجود الماء NH4 موجب زائد OH السالب، الملح مالتنا NH4Cl يتفكك يعطيني NH4 موجب زائد CL سالب، هاي القاعدة الضعيفة وهذا الملح، أشنو القانون مالتنا للقاعدة بدون إضافة؟ POH، قدتو POH لأن هي عبارة عن قاعدة، أوكي؟ يساوي PKP، P هي جاية من بيسس قاعدة، زائد لوج الملح على القاعدة ليش قلت قاعدة؟ لأن أصلا أن الأمونيا هي قاعدة ولهذا أنا أقول قاعدة أما هوني قلنا حامض ليش حامض؟ لأن لي عندنا حامض الخليج النقطة الثانية النقطة الثانية بالنسبة للحامض أولى القاعدة راح ناخذ الإضافة الإضافة اللي راح نضيفها هي عبارة عن حامض قوي راح نضيف حامض قوي للحامض ونضيف حامض قوي للقاعدة فنقول حامض ضعيف وملحه بإضافة ال HCl. ال HCl حامض قوي أي حامض يعني، بس المثال راح نأخذه هو HCl. ف C3 C double O H أيضاً يتفكك يعطيني C3 C double O سالب زائد H الموجب أما الملح C3 C double O N A يتفكك يعطيني سي 3 سي أو سالب زائد ان اي موجب الاضافه مالتنا راح تكون هي اج سي ار. تبعوا عيني طلابي الحامض القوي دائما سهماتنا راح يكون سهم واحد لين تفككه تام. يتفكك ايش يعطيني يعطيني سي ار سالب زائد H الموجب عند اضافه تبعوا عيني عند اضافه حامض قوي الى حامض ضعيف وملحه فإن الحامض القوي يطلق أيونات الإج الموجب فيزداد تركيز الإج الموجب وين راح يزداد؟ يزداد بالمحلول الحاوي على الحامض الضعيف وملحه فهون راح نكتب يزداد تركيز الحامض فيصبح عندي الحامض زيادة والملح نقصان فيصبح قانوني بالشكل الآتي pH يساوينا بي كي إي زائد لوج الملح على الحامض الملح ناقص ليش ناقص؟ لأن هو صار عندي نقصان بعدد أيونات الإج الموجب والحامض زائد ليش؟ بعدد أيونات الموجب قلنا ليش زائد؟ لأن زاد تركيز الإج الموجب بالمحلول أما الملح ناقص لأن قل تركيز الحامض أوكي هاي بالنسبة للحامض نعيده النقطة الثانية إضافة حامض قوي إلى حامض ضعيف وملحه عند إضافة حامض قوي إلى حامض ضعيف وملحه فإن الحامض القوي يطلق أيونات الأج الموجب فيزداد تركيز الأج الموجب في المحلول فيصبح قانوني بالشكل الآتي بي أج يساوينا بي كي زائد لوج الملح ناقص أج الموجب الحامض زائد أج الموجب هاي بالنسبة النقطة الثانية بالنسبة للحامض أما النقطة الثانية بالنسبة للقاعدة القاعدة الضعيفة وملحها أش راح أضيف؟ راح أضيف أيضا حامض والإضافة مالتي راح تكون أيضا حامض قوي السي فنكتب المعادلة nh NH3 بوجود الماء يعطيني NH4 موجب زائد OH السالب NH4 الملح مالتنا راح يعطيني NH4 موجب زائد سي ال سالب الاضافه أج سي ال حامض قوي اش راح يعطيني راح يعطيني سي ال سالب زائد أج الموجب اش راح نقول عيني طلابي عند اضافه حامض قوي الى حام الى قاعده ضعيفه وملحها فان الحامض القوي يطلق ايونات أج الموجب فتتحد مع الاو أج, أج او أج ايش راح يصير عندي يعطي ماء فشي يصير القاعدة. القاعدة تنقص والملح يزداد عند إضافة حامض قوي إلى قاعدة ضعيفة وملحها فإن الحامض القوي يطلق أيونات الأج الموجب فتتحد مع الأوج OH للقاعدة فيكون لي ماء هذا الماء ينقص تركيز القاعدة ويزيد الملح فيصبح قانوني بالشكل الآتي POH يساوينا PKP زائد log الملح على القاعدة. الملح مالتنا زائد بمقدار أيونات الإج الموجب. أما القاعدة ناقص إج الموجب بمقدار أيضا أيونات الإج الموجب. فهاي النقطة الثانية إضافة قاعدة ضعيفة وملحها ضفنا الإج سي أل. طلابي ننتقل للنقطة الثالثة اللي هي حامض ضعيف. وملحه اش راح نضيف بالنقطه الثالثه راح نضيف قاعده قويه راح نضيف مثلا ان اي او اتش اوكي او اتش او بكيفكم اي مثال انتم تاخذونه هون احنا ناخذ مثلا ما ناخذ ان اي او اتش خلينا ناخذ كي حتى ساعد قاعده قويه ال كي او اتش المثال سي جي 3 سي دبل او اتش سي جي 3 سي دبل او سالب زائد اتش الموجب ايضا نفس الملح سي جي 3 سي دبل ان اي يتفكك يعطيني سي جي 3 سي دبل او سالب زائد ان اي موجب راح ناخذ الكي او القاعده كي او القاعده تتفكك القاعده القويه تعطيني كي الموجب والاو اج السالب تحقوا عيني طلابي اشرح لاحظون عند اضافه قاعده قويه الى حامض ضعيف وملحهم فإن القاعدة القوية تطلق أيونات الأو السالب فتتحد مع منه مع الأج الموجب للحامض فراح يعطينا H2O يعطي ماء يعني الحامض يقل تركيزه والملح يزداد فيصبح قانوني بالشكل الآتي pH pka زائد لوج الملح الحامض إيش ضفنا إحنا؟ ضفنا قاعدة OH، فيصير الملح زائد OH، والحامض ناقص OH، أما بالنسبة للقاعدة، النقطة الثالثة، قاعدة ضعيفة وملحها، إيش راح نضيف؟ راح نضيف أيضًا كي أو إتش قاعدة، فالأمثلة اللي راح ناخذها، أيضًا أمونيا. هذا الملح للأمونيا NH4Cl يتفكك يعطيني NH4 موجب زائد Cl سالب المثال هو KOH القاعدة اللي أخذناها راح تعطيني K موجب زائد OH السالب دحقوا طلابي عند إضافة عند إضافة قاعدة قوية إلى قاعدة ضعيفة وملحها فإن القاعدة القوية تطلق أيونات الأو OH السالب فش راح عندي؟ زيادة بتركيز زيادة بتركيز الأو إتش السالب أي تزداد القاعدة ويقل الملح فيصبح قانوني بي أو بي, كي بي زائد لوج الملح على القاعدة الملح ناقص أو والقاعدة زائد أو السالب هاي الثلاث أنواع اللي أخذناها من إضافة الحامض والقاعدة بالنسبة للبفر ناخذ فاصل قصير ونرجع لكم <applause> رجعنا لكم بعد الفاصل ناخذ ملاحظاتنا عن مسائل بفر طبعا مسائل بفر شو نعرف هذا السؤال يخص بفر بفر هي عبارة عن مادتين راح تجينا يا أما حامض ضعيف وملحو أو قاعدة ضعيفة وملحة راح يجيني طالب يقول لي مال ايون المشترك هم عندي مادتين لا عيني عزيزي طالب الماده مالتنا بالنسبه للايون المشترك المسائل مالتها هو يقول لك ما هو التاثير الناتج من يقول لك بالسؤال ما هو التاثير الناتج معناته هذا السؤال يخص الايون المشترك اوكي وحله حسب قوانيننا للايون المشترك اما بافار مادتين واحتمال ماده اخرى فملاحظاتي راح تكون هي اولا اذا يعطيني التركيز مالتنا بالكتله فانا هستخدم القانون مالتنا يقول المولاريه يساوي لنا الكتله بالجرام على الكتله الموليه جرام لكل مول في الحجم باللتر في حالة سؤالي عطاني الإضافة سواء كان حامض أو قاعدة بالتراكيز راح أستخدم هذا القانون القانون مالتي هو يقول المولارية اللي هي طبعا وحدتها مول لكل لتر يساوي الكتلة بالجرام الكتلة المولية جرام لكل مول في الحجم باللتر النقطة الأولى النقطة الثانية في حالة إذا أعطاني حجوم حجمين وأعطاني تركيز راح أستخدم قانون التخفيف قانون التخفيف أشنو هو؟ M1 V1 M2 V2 ام 1 هو دائما دائما راح يعطيني التركيز الاول الفي 1 ايضا راح يعطيني هو التركيز الثاني دائما يكون مجهول V2 يعطيني هو بالسؤال يقول لي واحد لتر من يعطيني بالسؤال واحد لتر معناته نقول واحد لتر يساوي لنا ألف ميل أوكي طلابي واحد لتر يساوي لنا ألف ميل النقطة الثالثة في حالة ما أعطاني لا تراكيز ولا أعطاني أصلا حجوم يعطيني هي الإضافة مالتنا جاهزة يعطيها الإضافة قليلة عشان تركيزها قليل أستخدمها رأساً مباشرة أستخدمها مباشرة مثلاً يقول لي يتم إضافة 0.05 مولاري هذا السؤال هاي الإضافة مالتنا 2019 للتطبيقي جد الدور الأول ايش قلم؟ قلم تمت إضافة 0.05 مولاري هوني ما يحتاج، أنا لا هستخدم له هذا القانون المولارية، ولا استخدم له قانون الحجم، فايش راح أقول؟ مثلاً عندي طبعاً معطاهم بي أي أو اتش باي 2، راح نقول يتفكك يعطيني بي أي زائد أو اتش سال، راح نكتب صفر بونت صفر. خمسة صفر, صفر, تراكز ابتدائية قاعدة قوية صفر راح اقول هوني صفر, صفر خمسة اما الأوج الاثنين في صفر بون صفر خمسة فتطلع الاضافة مالتنا للأوج واستخدمها عادي ونحل حسب القوانين اللي كتبناها قبل شوية على الصبورة نجي ناخذ المثال الاول ونحل السؤال يقول لي احسب تركيز ايون الاج الموجب والبي اج اللي من لمحلول من حامض الخليك تركيزه 0.1 مولاري والخلات الصوديوم تركيزه 0.2 مولاري اذا علمت ان الكي اي للحامض 1.8 في 10 سالب 5 ولوج الاثنين 0.3 لكن عطانا هو لوج 18 هو 0.26 هاي معلومات كان عطانيه جاهزه بالسؤال نجي نحل نقول البي اتش يساوي لنا بي كي اي زائد لوج الملح على نجي البي اتش هو على البي كي اي انا ما عندي وا بس مين نوجده راح نوجده من يوني يعني. على صفحة نقول له بي كي اي اسهلنا. ناقص لوج الكي اي طلابي ناقص لوج الكي اي اش قد قيمته واحد بوند ثمانية في عشرة الأس سالب خمسة أجي أنزل ناقص لوج الواحد بوند ثمانية أنزله عملية الضرب تقلب إلى جمع تصير زائد لوج عشرة سالب خمسة طلاب عيني لوج الواحد بوينت ثمانية كان عطانيه بالسؤال هو إيش قد سالب صفر بوينت ستة وعشرين لوج العشرة واحد سالب في الموجب سالب في السالب زائد خمسة فخمسة ناقص ستة وعشرين بالمئة يساوي لي أربعة بوينت أربعة وسبعين نجي ناخذ القيمة وننزلها هون p.k.a هي اربعة بوند اربعة زائد لوج الملح اشقد قيمته بالسؤال عطانية صفر بوند اثنين والحامض صفر واحد يلا اربعة اربعة وسبعين زائد لوج البوند مع البوند تطلع اثنين على واحد اثنين لو كل اثنين اشقد عطاني هو بالسؤال لكن عطاني هو الجاهز هو 0.3 ف 4.74 زائد 0.3 طلع بنساوي المراتب ساوي المراتب 4 زائد 0 4 7 زائد 3 10 4 و1 5 فإذا وجدنا أول نقطة اللي هو عيغيد من عندي ال pH وجدنا له ال pH للحامض هي 5.04 اما الشطر الثاني اريد من عندي اج الموجب الاج الموجب شلون انا اوجد الاج الموجب الاج الموجب اوجده عن طريقين راح نوجده كي اي في الحامض الملح او اقدر اوجده اج الموجب يساوي لنا 10 ناقص بي اج راح نوجده بالطريقتين ونوشن اول خطوه الكي اي كان عطانيه بالسؤال 1.8 في عشرة أس خمسة، في الحامض إيش قد قيمته بالسؤال؟ صفر بوند واحد، الملح صفر بوند اثنين، يلا طلابي واحد بوينت ثمانية في عشرة سالب خمسة في بوند واحد، واحد ثمانية في عشرة أس ستة، على اثنين في عشرة أس واحد. نطلع لي فوق قد راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ناقص خمسة وهوني عندي بون فصير عشرة أس ناقص 6 18 تقسيم 2 9 فاذا قيمه الادج الموجب هي 9 في 10 اس سالب 6 اما لو نجي نحسبها باي الطريقة ايش راح نوجدها 10 ناقص البي اتش ايش قد طلعناها بالخطوه الاولى 5 بون 0 4 راح نقوص زائد 5 زائد 6 ناقص 6 على صفحه اساوي طبعا المراتب عشرة ناقص أربعة ستة، تسعة ناقص صفر تسعة خمسة ناقص خمسة صفر، فإذا هي عشرة صفر بون ستة وتسعين في عشرة السالب ستة، بالسؤال يعطيني لوج ستة وتسعين هو تسعة في عشرة الأسالب ستة، فوشوا عيني طلابي سواء استخدمتوا هاي الخطوة أو هاي الخطوة هي مثنين نفس النتيجة، اثنين تسعة في عشرة الأسالب. ننتقل هسه للتمرين الاخر. ناخذ هسه المثال الثاني يقول ماذا يجب ان يكون تركيز كلوريد الامونيوم في محلول يحتوي على امونيا البي كي بي للامونيا 4.74 بتركيز 0.1 مولاري، لتكون قيمتي البي اتش كان بالسؤال 9. علما ان لوج ال 1.8 هي 0.26. طلابي بس انتبه على شغله واحدة هوني بالسؤال عطاني pH ومادتي بالأصل هي عبارة عن أمونيا يعني هي عبارة عن قاعدة القانون اللي راح أستخدمه بي يساوينا بي زائد لوج الملح على القاعدة طيب أنا أحتاج بسؤالي بالحال أحتاج اتش أنا ما عندي هو بس إيش عطاني بالسؤال عطاني pH على صفحة اقول بي او اتش يساوي لنا 14 ناقص بي اتش 14 ناقص 9 ويساوي لنا 5 على صفحه بانه انا بالسؤال ما اعطاني بي او اتش بس ايش اعطاني اعطاني بي اتش معلومه فانستخدم هذا القانون اقول بي او اتش يساوي لنا 14 ناقص بي اتش 14 ناقص 9 يساوي لي 5 فقيمه البي او اتش اللي وجدناها اجي انزلها بالحل 5 يساوي لنا PKP إيش قد عطاني بالسؤال؟ 4.74 زائد لوك، الملح هو أصلاً عيغيده، ماذا يجب أن يكون تركيز كلوريد الأمونيوم؟ فإذا الـ NH4CL مجهول، القاعدة إيش قد تركيزها؟ 0.1، فنجي نحول كي PKP على الطرف الآخر، 5 ناقص 4.74 هي 0. ستة وعشرين يساوي لنا لوج الملح اللي هو كلوريد الأمونيوم على صفر بوند واحد، طلابي صفر بوند ستة وعشرين هو لوج منو؟ هو لوج الواحد بوند ثمانية، فإحنا نقول له لوج الواحد بوند ثمانية يساوي لنا لوج الملح على القاعدة صفر بوند واحد، فاخو طلابي لوج مع اللوج. يروح طرفي المعادلة نحذف اللوج، فيصير تركيز الملح مالتنا NH4, CL يساوينا واحد بوند ثمانية، واحد بوند ثمانية في صفر بوند واحد، 18 في واحد هي 18 مرتبة مرتبتين، فإذا هي صفر بوند مول لكل لتر، أو فقط مولارية، هو وحدة تركيز الملح. آه ناخذ هسه المثال الثاني ايضا الامثله هاي كلها اللي عندنا ناخذها مالتنا بدون اضافه بعد ما ننهي هذا السؤال راح نجي ناخذ الامثله مالتنا بفر بالاضافه اذا كانت هناك حاجه لتحضير محلول بفر بي اج عندنا يساوي لنا تسعة مزج الـ NH4 CL مع الامونيا ايضا كم يجب ان تكون نسبة الامونيوم على الامونيا علما ان الـ PKP ايضا كان عطانيه 4.74 لو 1.8 هي 26 طلابي ايضا انتبه على السؤال مالتي هو قاعده وايضا بالسؤال كان عطاني بي اج 9 طبعا هذا من اسئله الفصل كن جاب الوزاري اشرحهم راح نقول له نقول له بي او اج بي, كي بي زائد لوج الملح على القاعده كلها مجهوله هو عيغيده اوكي نيجي نوشا ايضا بي او اج ما كان عطاني بس ايش كان عطاني بالسؤال كان عطاني pH أيضا على صفحة اقلو بي او ph يساوي لنا 14 ناقص pH 14 ناقص 9 ويساوي لنا 5 فنجي نكتب البي او اج هي 5 ال pKp كان بالسؤال 4.74 زائد لوج الملح على القاعدة اوكي الملح القاعدة أيضا نجي نحول النسبة مالتنا الأربعة بوند أربعة وسبعين فصي صفر بوند ستة وعشرين يساوي لنا لوج الملح اللي هي الأمونيوم على الأمونيا القاعدة لوج الصفر بوند ستة وعشرين طبعا هي لوج الواحد بوند ثمانية فنقول له لوج واحد بوند ثمانية يساوي لنا لوج الملح على القاعدة لوج مع اللوج طلابي الطوع فاذا نسبه القاعده نسبه الملح مالتنا على نسبه القاعده هي تساوي لنا 1.8 مول لكل لتر راح ناخذ فاصل ونرجع لك عدنا لكم بعد الفاصل راح ناخذ هسه المسائل مالتنا عباره عن اضافه حامض ضعيف وملحو او قاعده ضعيفه ومنحه راح ناخذ الاضافه فكر طلابي الاضافه ما اما تكون عن حامض قوي او قاعده قوية. أهم شيء بالإضافة مالتنا ننتبه الإضافة مالتنا هي عبارة عن تراكيز أو الإضافة مالتنا تكون عبارة عن حجوم أو رأسا يعطيني الإضافة جاهزة مثل ما قلت لكم جاب 2019 للتطبيقي نجي ناخذ احسب قيمة بي اتش منو غد بعد الإضافة وليس غد قبل غد فقط بعد الإضافة واحد ميل هذا الحجم الأول من محلول حامض الهيدروكلوريك هو عباره عن حامض قوي فاذا انا ضفت حامض قوي لمن تركيزه عشره مولاري بالنسبه للحامض الى لتر من محلول بفر من ايش مكون مكون من حامض الخليك تركيزه واحد صفر بوند واحد مولاري خلات الصوديوم تركيزه ايضا صفر واحد مولاري علما ان البي كي بيك ان عطانيه الواحد بو صفر بوند واحد وثمانين عيني طلابي اهم شيء باسئله الاضافه مالتي انتبه المحلول اصلا اللي عندي هو عباره عن ايش هون حام الضعيف وملحه اهم نقطه هاي انتبه عليها فمن نجي نحل راح نقول ام 1 في 1 يساوي لنا ام 2 في 2 تسالوني ست ليش اخذنا هذا قانون التخفيف اخذناه لان اصلا عندي تركيز عالي وعندي ترى الحجم 2 فالام 1 هو 10 في الحجم الاول واحد M2 تركيز بعد الإضافة مجهول 2 هو واحد لتر الواحد لتر يساوي لي ألف ميل 2 يساوي لنا عشرة في واحد على ألف ويساوي لي 0.01 مولاري فإذا الحامض مالتنا بعد الإضافة هي واحد بالمئة HCl يتفكك يعطيني H الموجب زائد CL السالب صفر بونت صفر واحد صفر صفر تراكز ابتدائية التركيز مالتنا بعدين بعد التفاعل hc الله يكون صفر صفر بون صفر واحد صفر بون صفر واحد فناخذ الاج مالتنا الموجب هي عبارة عن صفر بون صفر واحد فاش راح نقول بي اج بي زائد لوج الملح الحامض اش ضفنا ضفنا حامض فتكون مالتنا اج الموجب نكتب الإضافة مالتنا نكتب إج الموجب ليش لضفنا إج سي أل طيب من ضفته أنا الحامض مالتنا منو راح يزداد ومنو راح يقل الحامض لو الملح طبعا اللي راح يزداد تركيزه هو الإج واللي راح ينقص هو الملح ليش لأن عندي حامض ضعيف وملحه ضفنا حامض فيزداد تركيز الحامض بمقدار إج الموجب في البي كي أي كن عطاني هي أربعة بونت أربعة وسبعين زائد لوج الملح قيمته كان عطاني هو بالسؤال 0.1 ايضا الحامض 0.1 الاج الموجب هي 0.01 صفر صفر زائد 0.01 صفر صفر نجي نكمل 4.74 أربعة أربعة زائد لوك واحد من عشرة ناقص 1 بالمئة عيني طلابي هون نحن لازم نساوي المراتب فعلى صفحة أقول صفر بون صفر واحد صفر بون صفر واحد أوكي عيني طلابي فإحنا نساوي المراتب أقول عشرة ناقص واحد تسعة هاي صارت صفر صفر فإذن هي صفر بون صفر تسعة واحد زائد واحد من مئة صفر بون أيضا أساوي المراتب فيطلع لي صفر بون إداش فصفر بون إداش طلابي ناتج القسمة ما تسعة صفر بونت صفر تسعة على صفر كان دي عطاني هو اللوك جاهز فإذا هو ناتج القسمة مالتنا أربعة بونت أربعة زائد اللوك ناتج القسمة هو كن أطاني هو صفر بونت واحد وثمانين فناتج القسمة هذا ما تكن عطاني هو جاهز بالسؤال هو واحد وثمانين بالسؤال إيش قد كن عطاني لوك الواحد وثمانين أيضاً أخذه وسالب 0.09 صفر صفر فنكتب 4.74 أربعة أربعة زائد بقوس ناقص 0.09 صفر صفر طبعاً نجي على صفحة ونطرح أقول 4.74 أربعة أربعة ناقص 0.09 صفر 14 صفر ناقص 9 5 صاغت 6 أنزلها 4 أنزلها فإذن هي 4 الناتج النهائي بونت خمسة وستين أربعة بونت خمسة وستين الناتج النهائي ننتقل للسؤال الآخر هسا رح ناخد سؤال آخر أيضا من أسئلة الفصل بالنسبة للأحياء والتطبيقي طبعا هذا من الأسئلة المهمة جاء تقريبا ثلاث مرات نصا جاب الوزاري أش يقول ما قيمة الاس الهيدروجيني بي اتش لمزيج بفري مكون من ايش؟ مكون من حامض النيتروز، حامض النيتروز هو من الحوامض الضعيفة معناته محلول بفر مالتي هو حامض بتركيز 12.12 0.12 مولاري ونتريت الصوديوم هذا الملح فإذا حامض ضعيف وملحه ملحو أيضا تركيزه 0.15 مولاري النقطة الأولى يغيد فقط إضافة نحسب البي اتش بدون إضافة أما الشطر الثاني باء احسب قيمة البي اتش لمحلول ناتج بعد إضافة, أضافة أضفنا أنا أصلا سؤالي حامض ضعيف وملحه أش ضفت قاعدة هيدروكسيد الصوديوم أش أعطاني التراكيز أعطاني واحد جرام الكتلة أعطاني الكتلة المولية وعطاني الحجم فإذا هوني مالت الإضافة راح تكون راح أستخدم قانون المولارية بالنسبة لهيدروكسيد الصوديوم فراح نجي نحل الشطر الأول من السؤال إيجاد البي إج لمحلول مكون من حامض الضعيف اللي هو حامض النيتروز وملحه اللي هو نتريت الصوديوم طبعا راح نوجد الشطر الاول بدون اضافه فش راح نقول راح نقول بي اتش اي زائد لوج الملح الحامض نجي ننتبه عيني طلابي بي اجينا على بالسؤال البي كي اي ما كن عطاني وبس ايش عطاني بالسؤال كن عطاني كي اي عطاني الكي اي لازم نحول الكي اي الى بي كي اي على صفحة اقل له بي كي اي ناقص لوج الكي اي ناقص لوج ايش قد قيمة الكي اي كن عطاني اربعة ونص في عشرة الأس اربعة ناقص لوج الأربعة ونص الضرب تقلب إلى جمع زائد لوج العشرة سالب أربعة لوج الأربعة ونص كن عطانيه بالسؤال أشقد صفر بونت خمسة وستين زائد طبعا لوج العشرة تروح هي واحد السالب في الموجب سالب في السالب موجب فإذا زائد أربعة أربعة ناقص صفر بونت خمسة وستين هي ثلاثة بونت خمسة وثلاثة إذا أجي أنزل قيمة الـ pKa 3.35 زائد لوك، الملح أشقد قيمته عطانيوه النتريد 0.15 الحامض كان عطانيوه 0.12 عيني طلابي، هون إيش راح نعمل؟ نقسم ال 15 على 12، 15 تقسيم 12 هو 1.25 يعني 3.35 زائد لوك

قيمة البي إجمالتنا بدون إضافة 3.45 أما الشطر الثاني باء الباء طبعا مالتنا ما راح نيجي نحله نيجي ننتبه عيني قلت لكم اريد البي إجماليتنا. مالتنا ضاف ضاف قاعده فالقاعده مالتنا هي ان اي اج نو 3 طبعا اول مره نكتب يتفكك يعطيني اج الموجب زائد ان او 3 سالب النترات ان اي ان او ويتفكك يعطيني ان زائد ان او اوكي نجي أضف ضاف ان اي او اج يتفكك يعطيني ان موجة موجب زائد او اج السالب نجي الاضافه مالتنا قلت تكون عباره عن تراكيز المولاريه يساوينا الكتله بالجرام الكتله الموليه جرام لكل مول في الفي باللتر الكتلة عيني طلابي أيش قد عطاني هو؟ الكتلة بالسؤال كان عطاني هو واحد فالكتلة مالتنا واحد جرام الكتلة المولية أيضاً كان عطاني بالسؤال أربعين جرام لكل مول في الفي أيضاً كان عطاني هو واحد لتر واحد لتر واحد تقسيم أربعين هي صفر بون صفر خمسة وعشرين مول لكل لتر مول لكل لتر نجي نكمل راح نقول الـ NA OH إتفكك يعطيني NA موجب زائد OH السالم 0.025 0 0 0 0.025 من ألف 0.025 صفر صفر من ألف إذا قيمة الـ OH المضافة للحامض مالتنا هو 25 من ألف فيكون القانون مالتنا نكتب بي يساوي لنا بي كي اي زائد log الملح عن حامض ما طول انا عندي حامض وعندي الملح مالتو ضفنا قاعدة فالملح يزداد بمقدار او OH والحامض ينقص بمقدار او OH بي كي اي هي ثلاثة بونت خمسة وثلاثين زائد لوج، الملح المقدار ماله صفر بونت خمسة عشر، الحامض صفر بونت اثني عشر، زائد مقدار الأو قد وجدناه صفر بونت صفر خمسة وعشرين ناقص صفر بونت صفر خمسة وعشرين. طلابي على صفحة راح نجي نجمع الصفر بونت على صفحة صفر بونت. صفر اثنين خمسة صفر يلا نساوي المراتب صفر زائد خمسة زائد صفر خمسة اثنين زائد خمسة سبعة صفر زائد واحد واحد صفر فإذا نجي نقول بي ثلاثة بونت خمسة وثلاثين زائد log صفر بونت خمسة وسبعين من أظن عندي 12 ناقص 25 من ألف 12 هوني على صفحة صفر ناقص 25 طبعا نساوي المراتب 10 ناقص 5 5 صارت 1 يصير 11 ناقص 2 9 0 تنزل فإذا هي 95 من ألف طلابي دائما قسمة إي هذا يعطيني هو بالسؤال

يلا نجي عيني طلابي اساوي المراتب ونجمع ستة وخمسة 11 ثلاثة واثنين خمسة وواحد ستة بوينت ثلاثة فاذا هاي قيمة البي اجمالتنا بعد الاضافة قيمة البي اجمالتنا بعد الاضافة للحامض الضعيف وملحه عند اضافة القاعدة الضعيفة سؤالنا الأخير لهذه الحلقة يقول سؤال من حامض ضعيف النسبة المئوية لتأيينه 1% والـ pH يساوي 2.7 مزج مع ملح مشتاق منه بتركيز 1 من 10 مولاري ما الـ pH المحلول الناتج بعد المزج علما أن لوج 2 هو 0.3 عطاني وبالسؤال لوج 1.8 هو 26% عيني طلابي هذا السؤال فقط موجود بمنهج التطبيقي اقدر اعتبره بالنسبه للاحيائي سؤال خارجي وكلش مهم فكرته كلش حلوه عندي بهذا السؤال مفتاحين للحل اولا عندي النسبه المئويه وعندي البي اتش اول مفتاح ناخذه هو البي اتش انا راح اوجد الادج الموجب فقل الاتش الموجب يساوي لنا 10 ناقص بي اتش 10 ناقص 2.7 زائد 3 ناقص 3 3 ناقص 2.7 هي 0.3 في 10 للاس سالب 3 منو لوج 0.3 كان اعطاني بالسؤال هو 2 فاذا الاج هي 2 في 10 الاس سالب 3 وجدنا الاج الموجب اول مفتاح الثاني مفتاح للسؤال مالتنا هو النسبه المئويه فنقول النسبه المئويه يساوي المتفكك اكس على التركيز الأصلي أو الابتدائي نقول في مئة بالمئة النسبة المئوية كان عطائية بالسؤال واحد بالمئة يساوينا المتفكك هيانك وجدناه اثنين في عشرة أس سالب ثلاثة التركيز الأصلي أو الابتدائي مجهول في مئة بالمئة طبعا نسبة مئوية مع نسبة مئوية طول التركيز الأصلي يساوينا طلابي هوني صفرين هوني عشرة موجب اثنين هوني عشرة سالب ثلاثة فاذا يطلع يطلع الاثنين في عشرة القس سالب واحد أي صفر بوند اثنين مولاري وجدت التركيز الأصلي قلنا للحامض الضعيف حامض ضعيف أخذ من عندي أي حامض مثلاً أج أي افتراضي يعطيني أج الموجب زائد أي السالب صفر بوند اثنين صفر 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 بوند اثنين ناقص المتفكك اللي وجدناه 2 في 10 سالب 3 طبعا هون هاي تهمل هون 2 في 10 سالب 3 2 في 10 سالب 3 نيجي نكمل نوجد بعد طبعا لما وجدت التركيز الاصلي مالتنا والايج راح نقول الكي اي يساوي الكي اي هي عباره عن نواتج في على المتفاعلات على ايج أي. النواتج منو هي اكس تربيع يعني وجدناها 2 في 10 الاس سالب 3 تربيع التركيز الاصلي 2 في 10 الاس سالب 1 اوكي الاثنين هون تربيعها هي 4 في 10 الاس سالب 6 على 2 في 10 الاس سالب 1 على 2 1 على 4 2 في ذن هي 2 في 10 الاس سالب 5 منو هاي وجدنا الكي اي أنا ردت بالسؤال pkA فشو راح نقول pkA يساوي لنا ناقص log اي ناقص log اثنين في عشرة السالب خمسة، ناقص log الاثنين الضرب قلنا تقلب إلى جمع log العشرة سالب خمسة، لوج الاثنين بالسؤال كان عطانية صفر بوينت ثلاثة، لوج العشرة واحد السالب في الموجب سالب في السالب موجب زائد خمسة. خمسة ناقص صفر بوند ثلاثة أربعة بوند سبعة وجدت أنا البك أي خلاص ضلي الخطوة الأخيرة أقول البح يساوينا بك أي زائد لج الملح على حافظ البك أي وجدناها هي أربعة بوند سبعة زائد لج الملح كان عطاني هو قل لي بعد المزج هيانو صفر بوند واحد صفر بوند واحد الحامض التركيز الاصلي اللي وجدتونه باي الخطوه هي هو ايضا صفر بوند اثنين فاربعه بوند سبعه زائد لوج طبعا البونت مع البونت تطروح لوج الواحد ناقص لوج الاثنين. اربعه بوند سبعه زائد لوج الواحد صفر لوج الاثنين ناقص صفر بوند ثلاثه فاربعه بوند سبعه ناقص صفر بوند ثلاثه اربعه بوند اربعه. وجدنا البيئه مالتنا للملح المشتق الى هنا ناتي الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من مدرسه الموصليه على امل ان شاء الله نلتقي في حلقات اخرى